نعم قد فتحت البوابات لخمس أشواط هذا الحفل. خيل الإنتاج الأربع والخمس سنوات التي لم تربح الميل ونصف الميل 11 راس في هذا الشوط، فرس وحيدة مقابل 10 من الحصن. الأسماء المشاركة: أشقر حراق، يصدق مسارعة، أركون، أنا الوافي، نولان، سيف الراية، يزيد الخير، يا زمان الهبر، وند فرسان. الانطلاقة تبدأ بتصدر يصدق ابن ترابل جيج إلى المركز الأول بقيادة جيمي كاريون، بينما نشاهد سيف الراية ابن ركن الميدان إلى ثاني المراكز يحاول اللحاق في ثاني المراكز، بينما نشاهد أيضا المركز الثالث لمسارعة تحاول مع كذلك أركون فيما تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية. مسافة النفس الطويل لهذه الأسماء. الفرس الوحيدة في هذا الشوط رقم 3 تتمركز في المركز الثالث، وأشقر حراق الأعلى تصنيف للأمير عبد العزيز بن مساعد بن سعود يسير في المركز الرابع في ثاني حضور له هنا في المصيف بجوار السياج، بينما نشاهد يزيد الخير رقم 8 في المركز الخامس يتحرك بموقع في موقع ممتاز بن مشاغب بشعر ناصر فهد الضبياء تدريبات مع بقيادة أصيل السرحاني تدريبات ناظر سبيعي. نشاهد يبحث عن طريق يتقدم من الخارج صاحب أكثر من مشاركة المركز الثاني على مسافة 2400 متر، بينما نشاهد هنا مسارعة تندفع إلى المركز الأول. بدأت معالم هذا الشوط بالتغير، هنا نولان ابن ترانكل منر للصبل المشتري مع عادل الفريدي يتقدم في هذه الأثناء، مع تقدم كذلك المحاولات من يزيد الخير للانطلاق في هذه الأثناء، وكذلك نشاهد نولان يبحث عن اندفاع، وكذلك التقدم لمسارعة لا زالت هي المتصدرة حتى الآن. تحرك أيضا جميل ل 11 ند فرسان ابن اتش اندي بشعار سهد السيلي مع الخيال حمزة سعد فيما الدخول هنا للأمتار الأخيرة. المنعطف الأخير مسارعة إلى المركز الأول ابن ترانك المنر، الفرس الوحيدة في هذا الشوط. هل ستتغلب على الحصن أم يأتي ند فرسان أم كذلك أشقر حراق؟ الفرس الوحيدة مسارعة توسع الفارق وتبتعد، مسارعة في ثاني حضور لها هذا الموسم والحضور الثالث لها في سجلها السباقي، تؤكد، تصادق، تحضر، تبرهن مسارعة. ألف مبروك إذن لعبد الرحمن سعد عبد الله النواس تدريبات عبد العزيز بن جلال والقيادة لإكسس مرينيوم. الفرس الوحيدة في هذا الشوط تطيح بعشرة من الحصن وتظفر بالفوز الأول في سجلها السباقي وتحقق